السلام عليكم خواتاتي خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله. اليوم كاينين خبيزات ديال الجبن والاعشاب، لما كانوش عندك الاعشاب غير المعدنوس بهاركه. المهم انهم كيجيو بنانين رطبين خفاف وهشاش، والاهم انهم كي يعني ما صعبش، يعني شي حاجه اللي بسيطه. ونتمنى دائما نجيب لكم الحاجه اللي كيقول لك السهل الممتنع، يعني السهل الممتنع، حاجه اللي كتشوف فيها سهله وهي راها كتجيك يعني صعيبه وهي راها سهله. المهم نتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. ندوزو ان شاء الله نشوفوا المقادير والطريقه وفرجه ممتعه. باش نصاوبوا هاد الخبيزات غادي نحتاجوا هنا الدقيق على حسب الخليط. من بعد غادي نشوفوا عندنا يا اما من 4 حتى ل 5 ديال الكيسان ديال العنبه، كاس ديال الماء دافي، نص كاس ديال الحليب دافي، نص كاس ديال الزيت. هنا عندنا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، عندنا هنا معلقه ونص كبيره ديال سنيده سكر سنيده، هنا عندنا الملحه، وعندنا معلقه كبيره ديال الخل. اول حاجه باش نشوفوا هاد الخميره هادي واش يعني جديده ولا قديمه ولا هذا، اول حاجه كنديرو هي هاد الماء اللي دافي كنديرو في واحد الاناء اخر، كنزيدو عليه الحليب وكنزيدو عليه الخميره، كنزيدو عليه سنيده، ونجيب معلقه نخلط هادشي كله نخلطه ونخليه على جنب لمده 10 دقائق. الا تفاعل ليا راه الخميره راه مزيانه، ما تفاعلش ليا راه الخميره راه ماشي هي هذيك، يعني كتكون قديمه. صافي نبقى نخلط فيها هكا غير باش يدخلوا داك العناصر مع بعضياتهم، ونغطيها ونخليها على جنب لمده 10 دقائق كما قلت لكم. باش كنعرفوها مزيان كتطلع واحد الطبقه بحال الرغوه، بحال راه هذيك يعني راه كتخمر. صافي بهذه نعرفوا بانها راها الخميره راه مزيان. صافي غنخليه على جنب وغادي نغطيه وغندوزو باش نبداو ان شاء الله نصايبو في هاد العجينه. ما غنديرش الدقيق كامل، هنا عندي 5 ديال الكيسان، ما غنديرهمش كلهم حيت الدقيق راه كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، يعني ما نجيش وندير واحد الكميه كثيره اللي غادي تخليني في الاخر ما يعني ما تعطينيش نتيجه مزيانه. غندير الملح هنا كما قلت لكم، معلقه صغيره ملح. بالنسبه للخل غادي ندير جهد ديال المعلقه كبيره ديال الخل، غندير الزيت. هنا كما قلت لكم الا ما عطانيش هذا الخليط بحال هاد ما تفاعلش بحال هكا، انا غادي نوريكم. عرفوا راه الخميره راها اصلا كتطلق واحد الريحه، هاد الخميره ديال كتطلق واحد الريحه بحال اللي كتجيكم حموضه، هي راها عاديه غير راها خمرات وصافي. الا ما عطاتنيش بحال هكا، شوفوا هاد الطبقه الفوقانيه هكا بحال الرغوه. غادي ناخذ هاد الطبق غد هاد الخليط هذا ونكبو على هاد العجينه. صافي وغادي نعجن. هنا غادي نعجن هاد الدقيق اللي درت هنايا، كان خاصني الا كان خاصني غادي نزيد الدقيق، راه باقي عندي الدقيق نكمل 5 ديال الكيسان ديال الدقيق. صافي البنات كما قلت لكم هذاك الدقيق راه ما كملتوش كله، من 5 الكيسان شاط ليا هنا هاد تقريبا هاد نص كاس ديال الدقيق، تقريبا درت 4 الكيسان ونص. هنا كنديهم ونجيب يعني كنديو نجيب العجينه غير بيديا بحال هكا، ما نديهاش ونجيبها بزاف، غير نقادها وصافي، حيت مازال غادي نخليها تخمر. غنجي نديرها هنا في هذا الاناء وندور عليها السلوفان، تقريبا غنخليها واحد 45 دقيقه. صافي هنا نغطيها ونخليها 45 دقيقه ونرجع لها ان شاء الله. خويت هاد الغراف هذا ديال هاد الجبن كامل، ودرت هاد الاعشاب هادو. هنا عندي لي ستراغون هما اللي لقيت، الا ما كانوش عندكم تقدروا ديروا غير المعدنوس تقردوه وديروه. انا راه درت غادي نزيد شويه غير شويه البنات باش كينسم شويه وصافي. صافي وكنخلط بحال
نحاول نخلط مزيان. هنا البنات كيف ما كتشوفوا واحد الطريقه غير باش دغيا كتسهل عليا ما تخلينيش نتعطل بزاف. خذوا القراده بحال هكا هكا نتوما يعني تقدروا ديروا الطريقه اللي بغيتوا. انا هذه كتعجبني كتجيني ساهله وكتوفر عليا باش نبقى يعني ما كتخلينيش نبقى ضاربه مع العجينه ولا شي حاجه غير بهذا. صافي دابا اش غندير؟ غناخد طريف الاول ونلويه بحال هكا صافي. ثاني الطريقه كتجيني ساهله ما كتخلينيش نبقى يعني نقطع في العجينه كل مره. كناخذ ليها العبار ديالها من الاول وصافي. صافي غنبقى غادا نكمل هاد الكويرات هادو ورجع لكم. صافي ودابا كيف ما كتشوفوا انا خليتهم كيرتاحوا واحد 10 دقائق غادي نرجع ليهم بالمساعده ديال الزيت غير شويه ماشي بزاف. غنحاول انني نبسط هاد العجينه بحال هكا. هكا وغادي نجيب شويه ديال الفرماج اولا الجبن نزيد باش كيجي باين عاوتاني. هكا غنجيب هاد الجنب هنا وهاد الجنب هذا هنا وغادي نضغط هنا في هاد القناه اللي من هنايا ونضغط هنا وغادي نلوي بحال الشكل ديال الكرواسه نلوي ونحط. نجيب الثانيه كما قلت لكم بالمساعده ديال الزيت نبسطها نبسطها بحال هكا. ناخذ الجبن كما قلت لكم ناخذ هذا الجنب هذا نحطه هنا وهذا الجنب نحطه هنا صافي. ونبدا نلوي بحال الشكل ديال الكرواسه وهنا كنجي هنا وكنورك بصبعاني بحال هكا غير كنقرص باش راكم عارفين باش الا خمرات ما يخرج القرص هذه حتى هي صافي. وغنبقى غادا نكمل هاد الحبات كاملين اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله نشوفو نشوفو شنو غادي نديرو ليها. نقلبها انا خديت هاد العسل هذا العسل اللي كيكون شويه غادي ماشي مفتوح اللون ديالو مغموق كناخذوه كنزيدو عليه شويه ديال الماء. علاش ديك الحلاوه ديال العسل مع هذيك الملوحه ديال هذاك الجبن كتجي تعطي واحد المذاق زوين في كتعطي واحد المذاق زوين في هاد الخبيزات. وفي نفس الوقت هاد العسل كيخلي الجنجلان كيشد لينا في هاد الخبيزات. نخلط غير مزيان. هنا بالنسبه للجنجلان ها هو شاد لهم جنجلان انا لا بالنسبه للجنجلان راه محمر شويه يعني ما كنخليوش هكا كبيض. صافي ها هو هذا راني خلطته. واش غادي ندير؟ غناخذ هاد الحبه الاولى نحاول ندوزها هنا نسقطرها ونجيبها هنا ونحطها
نجيب الثانيه حتى هي، نحاول ندوزها هنا في الجوانب مزيان، قطرها. هذا راه كيجي فيه جنجلان باين، ونبعدهم لان مازال غادي تنفخ، مازال غتخمر. هنا راني شاداها وكنهز بحال هكا، ندوز في الجنجلان، ندوز مزيان صافي. نبقى غاده حتى غنكمل هاد الحبات ديالي كاملين ونتلاقاو ان شاء الله. صافي كيف ما كتشوفوا انا راه ساليت الحبات ديالي كاملين. فهاد الاثناء راه الفران كيسخن، عندي الفران هنا عند خالتي ديال الغاز، راه خليته يسخن على الحد عاد غادي نمشي نوريكم كيفاش غنطيب فيه. بالنسبه للفران ديال الكهرباء غادي ديروه على 200 درجه تيسخن، تهبطوه حتى 180 درجه من الفوق ومن التحت، دخلوهم يطيبوا ويتحمروا، ويتحمر هاد الجنجلان هذا من الفوق صافي، وتجبدوهم ديك الساعه راه غيكونوا واجدين صافي. دابا ها هما راهم ضعف الحجم ديال الحجم ديالهم، مازال غادي يزيدوا تضاعفوا في الفران. اشنو غادي ندير دابا؟ غادي نشوف الفران واش سخن. راني مخليه الفران، كيف كتقولوا لي ورينا الفران، انا دابا غادي نوريكم الفران. شوفوا راه مجهد، يعني راه مجهد. غادي ناخذ اللاطه وندخلها ياك الفران، غادي نقص. ها هو راه مجهد ولكن دابا غادي نقص، شوفوا شحال نقصت ياك صافي. يطيب دابا من التحت، يطيب ويتحمروا من التحت، ملي يتحمروا من التحت نهبطهم باش يكملوا التحمار من الفوق، وغيكونوا واجدين ان شاء الله. الخبيزات ها هما خرجتهم من الفران، كنتسناهم حتى يبردوا عاد كناكلوهم. غادي نجرب معكم وحده، شوفوا كيفاش كيجي من الداخل، راه كيجي خاوي ومفشفش. ها نتوما كيف ما كتشوفوا ها هو راه خفيف، وداك الجبن كيجي باين من الداخل. ان شاء الله تجربوهم وغادي يعجبوكم. نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنساوش دعموني بلايكاتكم، واللي مازال ما تابوناش في القناه ديالي مرحبا بكم تابوناو عندي في القناه، ومرحبا بتعليقاتكم، راني كنقرا التعليقات كاملين، ميمكنش ليا نجاوب على كلشي، ولكن ان شاء الله غادي ندير فيديو غادي نشكر فيه جميع الاخوات والاخوان اللي كيساندوني بارائهم، واللي كيساندوني بتعليقاتهم الزوينه وبلايكاتهم. المهم نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. السلام عليكم، ان شاء الله الفيديو الجاي. سلامه.